شيخ أحسن الله إليك، ما ضابط هجر العاصي الذي لم تظهر معصيته علانية للناس إذا كان في هجرته مصلحة؟ إذا كان في هجرته مصلحة، نعم. هذا الضابط، الضابط أن هجر المعاصي، هجر العاصي ضابطه أنه إن كان فيه مصلحة بحيث يرجع العاصي عن معصيته فليهجر، وأما إذا لم يكن فيه مصلحة فهجره حرام، لأن العاصي مؤمن ولو فعل ما فعل من الكبائر إلا الكفر، إذا كفر هذا معلوم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فقتله، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ في السلام، فلا تهجر. ولأن بعض العصاة إذا هجرته زاد إيش؟ زاد في المعصية وكرهك أيضا ولم يقبل منك أي نصيحة. أما إذا كان هجره ينفع، كما لو كان أحد الأبناء أو أحد الإخوة وهو يقدرك، وإذا هجرته ارتدع، فهنا اهجر حتى يرتدع. فإن أخلف الظن بمعنى أنك هجرت ولكنه لم يرتدع فعد وسلم ولا تنسى النصيحة. نعم.